السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الليفل تيستينج. في هذا الدرس سنتحدث عن موضوع عمل فيك للوج إن، كيف نختبر الصفحات المتعلقة بتسجيل الدخول مثلا. وقبل أن نبدأ طبعا سنحتاج لعمل ميك أوث. عادة في إصدارات ليفل 5 تقريبا كنا نقوم بكتابة الأمر PHP Artisan Make Auth، الآن في إصدار ليفل 7 تم فصل هذه الخاصية في باكج مستقلة، لذلك سنحتاج لكتابة كما تلاحظون هنا في التوثيق، سنحتاج لكتابة Composer Require Level UI ثم كتابة الأمر PHP Artisan UI Bootstrap dash dash auth لنحصل على نفس النتيجة، والاستخدام طبعا البوتستراب، لديك الخيار طبعا في استخدام Vue.js أو React.js. طبعا أنا قمت بهذه الخطوات البسيطة، فقط قمت بتشغيل Composer Require Level UI ثم Composer ثم PHP Artisan UI Bootstrap dash dash auth، ثم قمت بعمل npm install و npm run dev لتوفير الوقت. طبعا الباكجات تحتاج احيانا لبعض الوقت. الان بعد ان انتهيت طبعا من تشغيل هذه الاوامر، فسنلاحظ انه تم تعديل كل هذه الملفات كما اعتدنا في عندما نقوم PHP Artisan Make Auth. وفي حال انتقلنا للموقع سنلاحظ طبعا لدينا اصبح Login Register، وبإمكاننا الانتقال إليها بنفس الطريقة التي تعودنا عليها مع ليفل 5. الآن سأقوم بعمل كوميت لأنه تم تعديل العديد من الملفات. إذن add auth كوميت. الآن لنبدأ أول تيست سأقوم بكتابته. سأحاول عمل تيست أن صفحة معينة هي محمية، مثلا هنا لدينا صفحة هوم، وأيضا هذه الصفحة طبعا يتم تعديلها بهذا الشكل بناء على الأمر make auth. فكما تلاحظون عندما ننتقل إليها في حال أنا غير مسجل فيتم عمل redirect لصفحة login. كيف نقوم بعمل تيست لهذه الخاصية؟ سنكتب في موجه الأوامر php artisan make test باسم مثلا auth test. الآن سأقوم بالانتقال لهذا الملف. إذن كما تلاحظون في حال الآن سأحاول الانتقال إلى صفحة slash home بهذا الشكل. سأتوقع إذن assert redirect، أتوقع أنه سيتم عمل redirect لي. ال URI طبعا كما تلاحظون ممكن أن أتركه فارغ، وممكن أن أقوم بوضع رابط معين. سأجرب الآن التست. إذا سأضغط على run. إذا بكل بساطة التست يعمل بنجاح وتم عمل redirect لي. طبعا كما تعرفون السبب أنه في روتس لدينا في ويب صفحة هوم تكون محمية بميدلوير أوث كما ترون. طبعا ممكن وضع الميدلوير هنا، ممكن وضعها هنا، هذه معلومات يجب أن تكون متوفرة لديكم. أيضا في حال أردنا ممكن أن نضع رابط معين ليتم اختباره، مثلا أتوقع أن يتم عمل redirect لي لصفحة log in. الآن في حال قمت بالتشغيل run أيضا يعمل. في حال قمت بوضع هنا رابط خاطئ قمت أيضا بالتشغيل، فأيضا كما تلاحظون إذا expected أن يكون الرابط هو login xx وتم انتقالنا إلى login. بهذا الشكل نكون انتهينا من طريقة expect لـ redirect. إذا هنا اسم التست طبعا يجب أن يتغير، إذا أقول test it redirect guest to log in، ممكن أن نقول when he visit home page مثلا. أيضا في حال أردنا اختبار أن صفحة home تعمل بشكل ناجح، فممكن أن نقول مثلا test it allow logged in user، ممكن أن نقول to
to visit home page. ممكن أن تكون تسمعي بهذا الشكل. إذا it allow logged in user to visit home page. إذا الآن لدينا صفحة home ولدينا أيضا assert 200. إذا هذه المرة ممكن نقول assert okay بهذا الشكل. ففي حال قمنا بتشغيل التست طبعا ستفشل لأنني غير مسجل دخول. فكيف إذا أحاول أن أعمل فيك لعملية اللوجين؟ بكل بساطة نقول is $this acting as، أو ممكن أن نقول is $this b، كلا الدالتين تعملان بنفس الطريقة. وهنا أقوم بتمرير يوزر معين. هذا اليوزر الآن سأقوم بعمل إنشاء له من factory. فأقول user one class create بهذا الشكل. إذا لدي يوزر أحاول أن هنا أقوم بتسجيل الدخول باستخدامه، بعد ذلك أنتقل لصفحة هوم وأتوقع أن يعود لي 200 ولا يتم عمل redirect كما هي الحالة مع الجست. الآن سأقوم بعمل run. يبدو يوجد لدي مشكلة هنا insert into users no such table. هنا test case طبعا سأحتاج لإضافة refresh database لها. ممكن أن أضيفها في refresh في test case، ممكن أن نضيفها هنا في الكلاس، لا يوجد اختلاف. إذن هنا سأكتب use refresh database ليتم عمل إنشاء للجداول أو عمل migrate للجداول ليتمكن من إنشاء اليوزر. الآن سأضغط على run. إذا بكل بساطة الصفحة تعمل بشكل ناجح بدون أي مشاكل. بهذا الشكل نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس. لا تنسى طبعا الاشتراك في القناة والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلك آخر النصائح. طبعا في الفيسبوك أقوم بوضع أحيانا بعض النصائح أو بعض السنيبتس المفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.